من أنا؟ سؤال العقل دوما يكرره وما استطاع أبدا إجابته. فإن أنت لست أنت فمن أنت؟ قد لا أعلم من تكون أنت، لكن حتما أعلم من ليس أنت. أنت لست اسمك ولا رسمك ولا صفتك ولا وسمك ولا منصبك ولا ظرفك ولا فكرك ولا عقلك. أنت لست بشريا حتى وإن ظننت أنك أرضي، فالأرض تحملك لكنها بحلمك، والسماء تظلك لكنها تحت أمرك. لست فكرك، فما أفكارك إلا غيوم في سماء عقلك، ومعتقداتك وقناعاتك ما هي إلا نتاج أفكارك وبرمجتك. صفاتك تعبر فقط عن نكهة ذوقك بالظهور، وأفعالك هي من أوامر عقلك، فمن تكون؟ لست كبيرا أو صغيرا بحجمك، لكنك حويت الذرة والمجرة. أنت بسيط بعقلك المحجوب، لكن فيك انطوت كل أسرار الوجود. شهواني بطبعك، الطمع من صفاتك، والشر من اختيارك، لكن رغم هذا وذاك سجدت الملائكة لأجلك. فمن تكون يا من سخر له من في الكون؟ لإجابة سؤالك عليك بتقصي خيط السر، فخلقك الذي نفخ فيك من روحه، فروحه روحك وروحك من روحه، منه أتيت وإليه الرجوع. فإن عرفت من أين تكون البداية، فتقص الخيط الذي سيقودك حتما للنهاية. فأنت بحقيقتك أكبر وأعظم وأروع وأجمل وأعمق وأرقى وأسمى مما تظنه أنت أو يظنه عنك العالم أجمع. فارجع لحقيقتك بفنائك عما تظنه أنت، وابق مع من لا ثاني معه، فحين تموت قصتك الفانية ستبدأ قصتك الحقيقية الباقية. وحين تدرك من ليس أنت ستعرف من أنت.